سعيا نحو تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للثورة المصرية وعلى رأس أولوياتها مكافحة البطالة، وفي إطار البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية والذي يعتمد على رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري في القطاعات الأكثر قدرة على توليد المزيد من فرص العمل، انطلقت في القاهرة مبادرة تمكين لتدريب وتشغيل مليون شاب مصري خلال 7 سنوات برأس مال يصل إلى 100 مليون يورو وبمشاركة عدد من مؤسسات التدريب الدولية. عشان نتكلم في المبادرة بتاعت النهاردة ما ينفعش نتكلم فيها في معزل من المبادرة الأكبر، وهي نقل المصانع الإيطالية لمصر أو ما يسمى باللوكاليزيشن. المبادرة ديت يعني بدأت أنها تتحرك معانا بشكل قوي جدا بعد زيارة دكتور مرسي لإيطاليا في الزيارة الأولى ليها، وأنا بعتبرها زيارة تاريخية. وتم إطلاق المبادرة دي أثناء الزيارة، وهي نوع من التعاون المصري الإيطالي في إطار زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر. الاستثمارات الإيطالية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار، توقعاتنا أنه تتضاعف هذه الاستثمارات خاصة بعد إطلاق المبادرة. لا شك بوجود نقل للتكنولوجيا ونقل المصانع ديت هنحتاج وبشكل أكيد لتدريب العمالة. وتسعى الحكومة المصرية من خلال المبادرة الجديدة لتأهيل أكبر قدر من الشباب لمواكبة الحاجة الحقيقية لسوق العمل، فرغم ارتفاع نسبة البطالة في مصر لأن التقديرات تشير إلى ندرة العمالة المؤهلة التي تتناسب مع المطالب الفعلية في السوق المصري. عندنا يعني معادلة غريبة جدا موجودة، حجم بطالة غير طبيعي، في نفس الوقت حجم طلب على أيدي عاملة وناس مدربين وكفات غير طبيعي، وفي نقص شديد موجود طبعا في السوق المصري في هذا المجال. أنا بصفتي والحمد لله موجود في قطاعات كتيرة، فبستشعر الكلام ده، بستشعر الكلام ده من رجال الأعمال، من رجال الصناعة، من رجال التجارة، قد إيه احتياجهم، وابتدت العملية مين يخطف مين من مين، يعني حاجة غير طبيعية. فالحمد لله النهاردة المشروع اللي بنتكلم عليه أو برنامج مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل ده في حد ذاته حاجة مبشرة بالخير. تشير أحدث مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 12.5% من قوة العمل مقارنة ب 12.6% خلال الربع الثاني من عام 2012. تفاقم البطالة في مصر خلال الآونة الأخيرة جعلها واحدة من أهم المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري، وما يحتاج إلى حلول غير تقليدية لتوفير المزيد من فرص العمل في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد المصري. عبد الرحمن البسيولي، CNBC عربية، القاهرة.